المشاهدون الفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج منبر النصر. يسعدنا جدا صراحة، ويعني بعد طول متابعة أن نغتنم وأن نحظى بضيف يعني صراحة بوزن وقيمة رفيعة بالسودان عبر قناة النصر 24. يسعدنا أن نلتقي معالي الدكتور مالك الخليفة، وهو خبير إعلامي وأستاذنا، وأيضا يعني له إسهامات كبيرة في المجال الإعلامي من وكالة السودان للأنباء. أهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني أتشرف بهذا اللقاء، وأولا أرحب بالأستاذ الشاب الطموح أشرف عمر، وأرحب بقناة النصر 24، هذه القناة التي لا نقول عنها وليدة، يعني لأنه غناء اخترقت كل الغنوات وحجزت مكانا متقدما بين الغنوات، فأنا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء. صراحة مضابط الحوار مختلفة، ولكن يعني دايرين بقراءة من زاوية إعلامية. السودان شهد تطور ويعني كبير في مشهد السياسي، يعني ألقى بظلال التحول السياسي، وأصبحت الثورة السودانية نموذج يحتذى به حتى على مستوى الدول المتقدمة. نقرأ كيف ينظر الإعلام لهذا المشهد. الإعلام هو أكثر الناس سعادة بهذا التحول الحصل في السودان، لأنه حقيقة نحن كإعلاميين كنا أكثر هذا النظام البائد أكان أشد قسوة في شريحة الإعلاميين، مارس كل الضغوط، يعني ما في إعلامي ما استدعى في جهاز الأمن، ما في إعلامي ما شرد، ما في إعلامي ما وضع بنظام التقريشة، يعني أنت زول قيادي يعني لأنك تختلف معهم في الأيديولوجية وفي الأفكار يضعوك على جنب بدون مهام يعني، ويأتون بأشخاص لا علاقة لهم بالإعلام ولا خبرة لهم ولا دراسة ولا دراية، ووضعوهم في قيادات الأجهزة، مما أوصل الإعلام في السودان إلى هذه الحالة. هذا نتاج السياسات السيئة الذي ينتجها النظام البائد، لذلك ذهب هذا النظام ولا حد يبكي عليه. والسودان الآن في مرحلة تاريخية، مرحلة مفصلية، والسودان الآن يقوده خيرة الكوادر. خيرة الكوادر سخرها الله سبحانه وتعالى طيلة هذا الزمن لكي يأتوا في هذه المرحلة. الدكتور عبد الله حمدوك ويقود هذه السفينة بكل حكمة، ويقود هذه السفينة بكل ما أوتي من كفاءة ومن علم، ووفق الله سبحانه وتعالى في اختيار استاف، في اختيار حقيقة هو تيم أزمة. الآن نحن نعتبر مجلس الوزراء هو فريق أزمة، لأنه البلد تعيش في أزمة طاحنة، أزمة اقتصادية، أزمة أمنية، أزمة في السياسات الخارجية، أزمة المعاش. أزمة المعاش هي الآن الهم الأساسي لمجلس الوزراء ولكل الجهاز التنفيذي في الدولة. لذلك الآن المواطنين مهما ترى من ضيق، لكن هذا المواطن نفسيا مرتاح، لأنه على 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 قناعة تامة بأن الفرج آتي ولا شك في ذلك. لذلك المرحلة هذه أنت لو ملاحظ يا أستاذ أشرف، نعم، يعني كل مثلا وزارة الخارجية بتعمل بدبلوماسية وبعلمية وبمؤسسية. وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم أكرمت بهذا الرجل العالم، يعني كل الوزراء ولا نقول واحد لكي لا نفرق من هذا، نعم، إن يعني شخصيا نحن كمراقبين يعني كل الوزراء يعني تم اختيارهم بعناية، وهم سبحان الله جاءوا
في مكان الرجل المناسب في المكان المناسب. لذلك نحن متأكدين ومتيقنين بأن هذا السودان سوف يعبر هذه المرحلة بأمان إلى مرحلة التنمية ومرحلة الاستقرار والسلام. نعم، يمكن أشرت في حديثك لجانب يعني الدول على يعني دين إعلامها، والإعلام أصبح هو السلاح الأقوى. الثورة السودانية لعب فيها الإعلام الحديث دور مفصلي ومهم، هذا ما يؤشر أن للإعلام دور مهم في هذا التحول في السودان. الدليل على ذلك اختيار الأستاذ فيصل محمد صالح لوزارة الإعلام، هذا ما كنا ننقصه في السابق. نعم، كانت وزارة محاصصة، كانت وزارة محاصصة، وكان يأتي إلى هذه الوزارة شخص لم يكتب خبرا في يوم من الأيام، لم ينظم لقاء لا علاقة له بالإعلام. الإعلام يعني الإنغاز كانت تقيم الإعلام هو صورة في التلفزيون، لكن أبدا الإعلام هو القيادة الحقيقية للبلاد. الإعلام هو المرآة العاكسة للمسؤولين، كما قال الأخ مبارح بالأمس وكيل الأول لوزارة الإعلام إنه نحن لا نريد إعلام، أكد وصرح لا نريد إعلام يعكس النشاط الرسمي للدولة، نحن نريد إعلام يعكس هموم المواطنين، يعكس الوضع الحقيقي الذي يعيش فيه المواطن. لذلك أنا أفتكر إنه الآن الدولة يقود الإعلام، وإن شاء الله يعني كلفنا برسم سياسات واضحة للإعلام، إن شاء الله سترى النور في خلال الأسبوعين القادمين إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور مالك الخليفة الخبير الإعلامي من وكالة السودان للأنباء، وأنت ضيف على قناة النصر 24، دائما كنا نطمح يعني وتطمح كل إعلامي بأن ينال قسط وافر من الحرية حتى يعمل على ما يعني أداء مهنته بشكل متكامل يحقق فيه صراحة المهنية العالية، ولكن هذا من عدم تماما كما أشرت في النظام البائد، والآن اشرأبت أعناق الإعلاميين، إلا أن هنالك أيضا بعض الوسائل الإعلامية ما زالت متقوقعة داخل هذا المحيط. هو يا أستاذ أشرف من الصعب أنك أنت يعني 30 عام هي مدة طويلة جدا جدا، من الصعب أنك تختلع جذور النظام في هذه الفترة البسيطة يعني. لكن يعني أنا بالسياسات التي وضع الأخ وزير الإعلام متفائل جدا جدا أنه سوف ينطلق الإعلام، لأنه الإعلام أولا يعتمد على الحرية. ويعني إلى الآن يعني الحرية تبنى، لازم الحرية تبنى على أساس، لازم الحرية تبنى على مؤسسية، الحرية لازم تبنى على الوضوح والشفافية. الحرية ليست هي يعني انتهاك حقوق الآخرين، الحرية ليست هي انتهاك خصوصية الآخرين، الحرية تؤسس لعمل مبني يجعل الأجيال القادمة، لازم نترك للأجيال القادمة مؤسسات إعلامية راسخة، مؤسسات إعلامية متطورة، مؤسسات إعلامية مواكبة. الإعلام الآن العالم قرية، العالم قرية أو العالم موبايل، يعني نحن نريد للإعلام السوداني كيف يواكب وكيف يبادر وكيف يخترق جدار الإعلام الغربي. لازم يكون عندنا إعلام وطني متماسك قوي مواكب ليخترق جدار الإعلام الغربي حتى ينظر الإعلام ما هو السودان. هذا سؤال مهم صراحة ينبع هنا، وأن هنالك فشل واضح لي وكان يحمل بصورة أساسية للإعلام، يعني لم يمنح الإعلام الإمكانيات، والإعلام أصبح صناعة دكتور مالك، وأيضا الإعلام السوداني عانى خلال هذه الفترة وهذه الحقبة، وطلب منه دور أكبر. كان يتحدثون عن ضعف الإعلام لأن صورة السودان الخارجية مشوهة، وهذه أيضا بسياسات أخرى، ويطلب من الإعلام أن يؤدي دور تجاه هذه المسألة، ولكن أنت تعلم أن أود أن أصمم رسالة ذات مضمون ومحتوى، يعني برسالة دولية تحتاج إلى مدلولات وإمكانيات، وتحتاج إلى إمكانيات، وتحتاج إلى مضمون ومحتوى يخاطب هذا المجتمع الخارجي بصورة أساسية، ولكن ظل الإعلام أيضا شماعة تعلق عليها الأحزاب السياسية أو الحكومات، يعني فشل
أو عدم نجاح؟ نعم، الإعلام في نجاحه يعتمد أولا على الدعم السياسي. يعني إعلام لازم يكون عنده دعم سياسي، والإعلام في الفترة الفائتة كان محبوس في صندوق، في صندوق الإنقاذ. يعني الإنقاذ، أنت كإعلامي تعمل عمل متطور جدا جدا، يأتي شخص من قادة المؤتمر الوطني ينسف كل ما قمت به في إساءة لأمريكا وإساءة لروسيا وإساءة لأوروبا وإساءة لإسرائيل، خطاب إعلامي، يعني ينسف خطاب إعلامي جاي خطاب عقدي، خطاب له أطماع شخصية. يعني هو الفترة العهد البائد كانت هناك مخططات لتنفيذ يعني أجندة خفية، أجندة يعني تخدم مصلحة المؤتمر الوطني وليس مصلحة السودان ومصلحة الحركات المتطرفة الدينية في العالم. لذلك كان من الصعب جدا جدا الإعلام الوطني يخترق للإعلام الغربي، لأنه مغفول كما قلت لك في صندوق. يعني وهي زي تمارس عليه سياسة الرقابة القبلية، أو كما نسميها حارس البوابة. نعم. دكتور مالك، هنالك إشارة مهمة أشرت إليها، يعني أول ما صدح عن وزير الإعلام السوداني في فترة الحكومة الانتقالية، يعني أطلقوا العنان صراحة بشكل أساسي لوسائل الإعلام أن تؤدي ما لديها. الآن ليس هنالك حجر أن تقدم تقرير يعني يشير إلى جانب سالب أو يشير إلى قصور في شيء محدد، وأصبحت هذه واحدة من البشريات، وأصبح المواطن، يعني أصبحنا في فترة من الفترات بدأ المواطن يتشكك في أجهزته الإعلامية فبحث عن وسائل أخرى. فهنالك نظرية، أو كما أشرت أن هنالك يعني ترتيب لوضع خطة للسياسات الإعلامية القادمة، يعني هنالك اتجاه في أنه يتم فك الرقابة والسيطرة تحت الدولة على الإعلام حتى يؤدي الإعلام فقط. نعم. ما يتم هو في إطار دعمها فنيا وماليا. هو طبعا الإعلام تكلفة تشغيله عالية جدا جدا، هذا ما كان يعني فات على النظام البائد. يعني كان يتعامل مع الإعلام كجهاز ثانوي، فات عليه أن الإعلام هو مش كما يقال السلطة الرابعة، الإعلام هو السلطة الأولى. الإعلام هو بيعكس، يعني الإعلام يعكس النشاط الرسمي للدولة، الإعلام بيعكس لك نبض الشارع، الإعلام بيجيب لك الفيدباك للنظرة العالمية. الآن في النظرة العالمية أصبحت تختلف تماماً عما سبق عن السودان، لذلك لا بد من الإعلام يتبنى هذا الموقف. الإعلام السوداني وجب عليه، الإعلام الوطني المحلي وجب عليه تبني المواقف العالمية المساندة للثورة والمساندة للتغيير، ووضع برامج ومحاور. والدولة على استعداد في أنه يعني بالأمس تكفل السيد وكيل أول وزارة الإعلام بكل تكلفة المراسلين، مراسلين أجانب. يعني مثلا دولة تشاد يعني مفروض يكون عندنا فيها مكتب، نحن طالبنا بمكتب إنه يكون عندنا مكتب في تشاد لخصوصية العلاقة بيننا وبين تشاد. نعم، يمكن هذه ستفتح منافذة مباشرة للعبور إلى محور حديثنا وحوارنا ومضابط حوارنا في المرحلة الثانية. يبقوا معنا المشاهدون الأعزاء عبر برنامج منبر النصر، وضيفنا دكتور مالك الخليفة الخبير الإعلامي وأيضا من وكالة السودان للأنباء، ويمكن طرق جانب مهم. عقب الفاصل نعاود هذا الحوار. من جديد تحية لكم، وعودنا يعني الحوار ضيفنا من جديد. مرحبا بك دكتور مالك الخليفة الخبير الإعلامي ومن وكالة السودان للأنباء. دكتور، يمكن أشرت في البشريات التي دفع بها وكيل أول وزارة الإعلام السوداني في يعني تبني، وحينما نتحدث عن دور وكالة السودان للأنباء دائما الناس لا ينظرون إلى ما تعانيه أحيانا هذه المؤسسات الإعلامية من ضعف الإمكانيات. توجد الخطط، تودع هذه الخطط في المخازن، تودع في أحيانا في سلة المهملات أيضا لا يهتم بها لو أصلا يعني في الفترة السابقة بصورة أساسية. ولكن بالطبع سونا بهذه الضخامة بهذا الوجود الأنيق، يعني يمكن كانت تكون واحدة من أهم وكالات الأنباء على مستوى
العالم. الاهتمام بدور المراسلين سيوفر المعلومات، ودور المراسل مهم في توفير المعلومة والخبر، وأصبحت الآن يعني واحد من أكبر الوكالات العالمية، الوكالات الفرنسية وغيرها، يمكن أن تؤدي هذه الوكالة أيضا دور مهم. حدثنا عن يعني نقول بصورة موجزة كده، ونرى لك نشاط كبير صراحة في هذه المؤسسة العريقة في السودان تجاه يعني مستقبل بهذه البشريات وما يفتح نافذة. سنبدأ في المحور الثاني عن العلاقات السودانية التشادية. أولا يعني نشير إلى أنه وكالة السودان الأنباء هي من أقدم وكالات الأنباء في القارة الأفريقية. وكالة السودان الأنباء أنشئت سنة 1970 وعملت رسميا كوكالة السودان الأنباء في العام 1972. المرحلة المتقدمة التي أحرزتها سونا كانت نتيجة لاهتمام نظام الرئيس السابق جعفر نميري بوكالة السودان للأنباء. وكالة السودان للأنباء كانت هي الوكالة الثانية في أفريقيا، وكانت هي اليد الزراع لوكالات الأنباء العالمية الAFP الفرنسية ورويتر وأسوشيتد بريس. كانت هي المورد الرئيسي للأخبار من أفريقيا، وكانت تمتاز بمكاتب في الدول المجاورة والدول، وكان لها أكبر مكتب مثلا في إنجمينا، وكان مكتب في نيروبي وأديس أبابا والقاهرة. لكن عمل نظام الإنغاز على تغليص دور سونا، وتمت تجفيف كل هذه المكاتب وتجفيف كل المراسلين، وانحصر دور سونا كما قلت لك داخل الصندوق الذي وضعته فيها حكومة الإنغاز. والآن الحمد لله فتحت الآفاق أمام وكالة السودان للأنباء، وهي تحمل هذا الإرث القوي، الإرث المتين من العمل الإخباري ومن العلاقات الدولية المتميزة. أنا متفائل جدا جدا بدور وكالة السودان للأنباء في المرحلة المقبلة، هي حتكون بوابة أفريقيا الحقيقية للعالم. مباشرة سنتلف إلى حوار مهم، يعني وجود قناة النصر مكتب السودان يعزز لدور يعني عميق جدا بمنظور القائمين على أمر هذه القناة في لعب دور مهم لدولتين شقيقتين جارتين. يعني السودان يحادي الدولة التشاد في ولاياته الغربية في أكثر من ولاية، ويتداخل المواطن بصورة مباشرة، وأحيانا تعبر وادي ثم تدخل إلى التشاد، وتعبر وادي ثم تدخل إلى السودان بصورة مباشرة. نود بداية نتحدث عن العلاقات السودانية التشادية آفاق المستقبل. العلاقات السودانية التشادية تختلف عن أي علاقات حدودية بين الدول الأخرى التي تحادد السودان. خصوصية العلاقات مع تشاد تجي من أنه معظم القبائل في دارفور لها امتدادات في دولة تشاد، وتشترك معها في التخومة السودانية التشادية التي تمتد إلى أكثر من 1300 كيلو. ما جعل هذا التداخل القبلي بين الغطرين، نجد ان معظم المنطقه يعني تعتبر استراتيجيا وحده واحده جغرافيا وعرقيا وحضاريا ودينيا وثقافيا واجتماعيا. لذلك تميزت العلاقه السودانيه التشاديه بأصالتها وبعراقتها، لأنها لا تفصلها الحدود. كما قلت أنت، المواطن السوداني يعبر تشاد، والمواطن التشادي يعبر إلى السودان بدون إجراءات وبدون لو. هذه الحدود حقيقة هي من صنع الاستعمار. هذه الحدود لا على 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 واقع الأرض لا وجود لها، وهذه حدود يعني كانت نتاج للاستعمار ونتاج للإطماع في أفريقيا. لم تهزم هذه الحدود الوحدة بين الشعبين السوداني والتشادي. يمكن احنا واحده من المؤشرات الايجابيه صراحه ان احنا كقنوات اجنبيه موجودين الان بالخرطوم في السودان، يعني صراحه رفع عن هذه المكاتب صراحه الرقابه القبليه والعمل الضاغط او كذلك الرقابه على ما تتم تقديمه، وهذه واحده من البشريات. حتى يعني كانت هنالك بعض المكاتب يتم يعني ايداع بعض الخطابات والاجراءات وحركه ونقول اذن السفر الى اي منطقه. الان اصبحنا نتمتع باجواء صراحه كامله في اداء رسالتنا دون ما فقط يقيدنا فيها أخلاقيات هذه المهنة.
أنا أحب أن أضيف لك أنه قناة نصر التشادية نحن لا نحس بها قناة أجنبية، نحن نحس بها هي قناة سودانية، قناة سودانية من الطراز الأول لعمق العلاقة بيننا وبين تشادي. يعني لذلك يعني الحمد لله رفعت القيود عن الجميع، لكن قناة نصر التشادية هي صاحبة حق أصيل في الفضاء السوداني. نعم، لك التحية، يمكن ده صراحة من طيب كرم وكالة السودان للأنباء. دكتور مالك الخليفة، يعني كما ننظر للعلاقات الدولية بين الدول، نضع يعني السفارات، نضع الملحقيات الثقافية الإعلامية أن تكون هي سفير، لكن الإعلام دوره أمضى وأسرع. إلى أي مدى يمكن للإعلام أن يؤدي ويعزز لعلاقات متينة قوية بين دولتين وخصوصا السودان وتشاد كما تفضل؟ هو يعني الحمد لله بفضل التطور التكنولوجي والتطور في التغنية والإنترنت أصبح من الصعب وضع قيود على الإعلام، والإعلام والعلاقات السودانية التشادية حقيقة اعتمدت على الإعلام منذ إعلام القبيلة وإعلام بسموه الحواكير. يعني لذلك يعني لما جاء الإعلام قناة النصر إلى السودان لم يعني يحترضها، لأنها هي مبنية على أسس أصلاً أسس متينة. لذلك واستفاد الآن العالم الأفريقي بمواكبته، يعني استفاد من التطور التقني، وأنا بتمنى إنه القنوات الفضائية يكون لها دور كبير جدا جدا. أنا مهموم جدا جدا في اختراق جدار الإعلام الغربي، أنا مهموم ومتمني إنه كل الأجهزة الإعلامية وبالذات على وجه الخصوص القنوات الفضائية لما يوجد لها من انطلاق في الفضاء يعني بلا حدود. لذلك والشعب التشادي هو طبيعته شعب مبدع، والإعلاميين يعني موجودون في هذه القناة بيننا في سونا كلهم إعلاميين متميزين وإعلاميين ذو نظرة إعلامية فاحصة وعنده رؤى مستقبلية. لذلك أنا بتفائل بهذه القناة حيكون لها دور مميز بين القنوات الفضائية. نعم دكتور مالك، يعني دولة تشاد كما أنت تعلم يعني تضع لبنات أساسية، ودائما عندنا مثل في السودان وبيشير لأنه دائما السعيد بيشوف في غيره. نعم. يعني دل سعيد والشقي بيشوف في نفسه. نعم. يعني ودولة تشاد مقبلة على تطور في كافة المجالات، ولكنها عمدت على التطور في مجال الإعلام بإقامة قناة وطنية، وهذه القناة الأولى تعتبر بعد القناة الوطنية هي قناة النصر 24، وهناك قنوات قادمة ومتوافدة غير هيئات على مستوى الولايات بصورة أساسية. ما هو يعني من بعض الإشارات من خبير إعلامي في السودان ليضع الإعلام في دولة تشاد نصب أعينه هذا التطور، وأن ينحو منحة أولا لمن يقودون دفة العمل على الجانب الرسمي، وكذلك على من يقومون بأداء رسالة الإعلام من الإعلاميين؟ أنا طبعا في البداية لابد أشيد برئيس دولة تشاد الأستاذ إدريس دبي، هو حقيقة نقل هذه الدولة من الفقر المدقع إلى مرحلة التنمية. الآن دولة تشاد من ناحية اقتصادية يشار إليها بالبنان، وأنا بتوقع هي تكون النمر الأفريقي المتوقع للسياسات الاقتصادية الواضحة التي بناها السيد الرئيس. ومن هذا المنبر أنا أرسل له تحياتي متمنيا له الشفاء، وزي ما يقولوا السودانيين يعني ألف حمد لله السلام عليه النجاة من هذا الحادث، وده كله يدل إنما يدل على حب الشعب التشادي للرئيس وللسياسات. يعني أنا ملم يعني بالتطور الحدث في دولة تشاد، يعني سياسات اقتصادية طموحة، وضع عنده خطة استراتيجية اقتصادية واضحة جدا جدا، وبدت تأتي أكلها. يعني الآن كل الأوروبيين مقبلين على الاستثمار في تشاد،
هذا دليل على توفير مناخ استثماري جاذب، وهذا ما كنا نفقده في السودان في السابق. يعني لذلك استفاد من هذا الطرح الاقتصادي وهذا الإقبال من المستثمرين العالميين على تشاد تحديدا. يعني نعم. طيب، يعني بإشاراتك الذكية صراحة وبعض المؤشرات، يعني هنالك دور مهم يمكن أن يلعب الإعلام في تعزيز مسيرة السلام الفترة والمشهد السياسي في السودان وحكومة الفترة الانتقالية. أول ما وضعته في أولويات المنضدة القضايا السلام والحوار مع جناح الكفاح المسلح، ويعني هذه المفاوضات التي تستضيفها جوبا، وسنشير إلى دور تشاد أيضا في تعزيز هذا الجانب. ويعني دور تشاد في هذا الجانب طبعا دور رئيسي، والرئيس التشادي من أوائل الرؤساء الذين أقبلوا على هذه الثورة، والذين كان لهم دور كبير جدا جدا في مواقف إيجابية مع الشعب السوداني، وهو مهموم جدا جدا بملف السلام، وله يعني إسهامات كبيرة، وله علاقات راسخة مع عوادة الحركات. لذلك يعني هو يعني تشاد من الدول المهمة جدا جدا في إرساء دعائم السلام في السودان وفي إنجاح المفاوضات في جوبا، لأنه الرئيس تشاد يعتبر من المستشارين الأساسيين في مفاوضات جوبا. نعم. طيب، يعني قضايا السلام تحتاج إلى إعلام فاعل، نعم، وأن يعني تعمر، وأن تحتاج أن تنقل الناس من المفهوم العام ومن الحياة التي كانوا يحسون بها إلى الإحساس العام بالأمن والأمان والطمأنينة وأن نعيش السلام. هنا دور مفصل مهم للإعلام السوداني. هو الإعلام طبعا دوره الأساسي هو خلق بيئة لنجاح مفاوضات السلام، وخلق رأي عام مساند لنجاح مفاوضات السلام. الإعلام دوره إنه إعلام المواطنين يعني عن أهمية السلام، وأهمية دور ردغ النسيج الاجتماعي بعد السلام، وأهمية عودة النازحين العودة الطوعية للنازحين. لا بد للإعلام أن يخلق بيئة جاذبة للسلام، وأن يخلق وأن يكون مهموم، يجعل المواطن ويجعل المفاوضين، يعني نحن كان بالسابق مفصولين كإعلاميين من أصحاب من الذين يحملون الحركات الغير موقعة على السلام. يعتبر إذا الصحفي أجرى حوار مع أي من قادة الحركات المسلحة في السابق كان تعتبر خيانة. الآن يعني هذا التحول أصبح سبق صحفي. الآن أنت تجري حوار مع عبد الواحد محمد نور يعتبر سبق صحفي. لذلك ده كله خلق بيئة قوية وبيئة مناسبة لنجاح مفاوضات السلام. وأصبح الآن في قادة حركات موجودين في الخرطوم ونازلين في الخرطوم ومع أقاربهم، والدولة استقبلتهم ولم يجدوا ما كانوا يجدوه في السابق. يعني احنا يمكن في قناة النصر يعني مصداق لما تفضلت به ان احنا استضفنا يعني الاخ جمعة الوكيل، وهو يمثل الجبهة الثورية وحركة مني أركم الناوي. من قبل أن يوقع هم زاروا الخرطوم، وهم الآن يتجولون في ولايات السودان، أظنهم حسب ما أتابع هم الآن في الشمال دارفور، ولكن يعني أجرينا معه حوار هنا وعبر عن هذا الإحساس. يعني كان حينما يأتون إلى أي موقع بعد التوقيع أيضا كان يفرض عليهم قيود في أداء رسالتهم. كيف تنظر الدكتور مالك الخليفة الخبير الإعلامي من وكالة السودان للأنباء للعزلة الدولية التي عاشها السودان إعلاميا وسياسيا واقتصاديا، وما نتج عنه خلال المرحلة الأولى من أداء حكومة الفترة الانتقالية السودانية بقيادة دكتور عبد الله حمدوك في التوجه إلى العالم الخارجي، الجولة إلى المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المشاركة في يعني زيارة فرنسا ولقاء الرئيس الفرنسي، وكذلك يعني سلسلة وبالأمس القريب بروكسل الاتحاد الأوروبي. هذه يعني علها تكون مؤشرات ضوء في آخر النفق في أن يضيء السودان. أولا، العزلة الدولية هي كانت نتاج بما كسبت أيدي الإنقاذ. العزلة الدولية هي كانت من نتاج سياسات العهد البائد الخرقاء، سياسات العهد البائد التي كانت تنغصها الرؤية المستقبلية لمستقبل السودان،
وكما ذكرت لك آنفا إن العهد البائد كان ينظر نظرة شخصية للأمور ولمصالح شخصية ولأجندة خفية، لكن المتابع للأحداث والحراك الذي أحدثه الدكتور عبد الله حمدوك في اجتماعات الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة 55 اجتماع، هذا لم يتوفر لأي رئيس أفريقي، ما بالك سوداني، لم يتوفر لأي رئيس أفريقي. الدعوات الآن أمام كابينة مجلس الوزراء والسكرتارية مجلس الوزراء، الدعوات العالمية للسيد عبد الله حمدوك، الدكتور عبد الله حمدوك، دعوات فشلة مراسم مجلس الوزراء في تنسيقها في جدولتها من كسرة الطلبات له. لذلك السودان الآن منفتح على العالم بصورة غير مسبوقة، والآن السودان لديه قبول عالمي بصورة غير مقبولة، وهذا نتاجه حيظهر إن شاء الله في الشهور القليلة القادمة في إحفال الديون أو جدول للديون، تمويل غير مشروط، استثمارات. يعني بالأمس المملكة العربية السعودية ضاعفت، ناشد الملك سلمان القطاع الخاص إنه يضاعف أضعاف استثمارات في السودان، وكذلك الدول الخليج، الدول الأوروبية، الدول الآسيوية. الآن نحن لدينا إحساس إن السودان أصبح في مكان تنافس لكل دول العالم وللقطاع الخاص في العالم. إن شاء الله السودان بهذا التنافس سوف يعبر هذه الأزمة الاقتصادية. طيب دكتور مالك، كيف تنظر لتأرجح مواقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه السودان، ما بين تفاؤل الشعب السوداني بعد ذهاب نظام الإنقاذ أن ترفع مباشرة أو يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا ما لم يتم بتجديد الطوارئ على السودان، ولكن بالأمس هنالك أمر آخر مغاير في النقيض، أن الولايات المتحدة وجهت كل المؤسسات الدولية أن تتعامل مع السودان. هو كلمة أرجح طبعا كلمة ما دقيقة، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بنظام المؤسسات، لا يملك الرئيس مؤسسة، قرار براو قرار رفع العقوبات عن السودان ده قرار مؤسسي، وقرار بتبني على مراحل، وقرار بتبني على مؤشرات. أهم المؤشرات عند الولايات المتحدة الأمريكية هي السلام. نحن نناشد الإخوة الذين سوف يجتمعون في جوبا ضرورة إكمال عملية السلام، لأنه بدون سلام لا يمكن لهذا السودان أن ينطلق. بدون سلام سوف يصنف السودان من الدول الراعية للإرهاب. بدون سلام لا يمكن للرؤوس الأموال الأوروبية أن تدخل السودان. لذلك أنا برى إنه من الواجب الوطني، من الواجب الأخلاقي، من الواجب السوداني الأصيل أن نترك السلاح جانبا، وأن يكون اهتمامنا التنمية والإعمار لهذا البلد الحبيب. إذا مؤشر أن عادت مرة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية وجهت مؤسسات دولية أن تتعامل مع السودان. نعم. هذا مؤشر في الاتجاه. هذا مؤشر في الاتجاه الصحيح، وده هذا مؤشر يبنى عليه تفاؤل كبير جدا بأنه ما يقال عن أنه العلاقات السودانية الأمريكية غير واضحة ومتوترة، هذا أنت تعلم الإعلام المضاد الذي يشوش لهذه الثورة. الأمريكان مقبلين بكامل عدادهم وبكامل ثرواتهم نحو السودان، بل هناك فقط إجراءات لم تكتمل، لكن ليس هناك أي معوقات تعوق العلاقات السودانية الأمريكية. إذن أخيرا الدكتور مالك الخليفة الخبير الإعلامي من وكالة السودان للأنباء، نود أن تبعث برسالة إعلامية من خبير عبر قناة النصر 24 إلى الشقيقة دولة تشاد عبر قناة النصر التشادية، في أن تحمل أولا رسالة إلى القائمين برئاسة فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو والقائمين بأمر الإعلام، ثم إلى زملائك في المهنة في دولة تشاد من الإعلاميين.
أنا يعني حزين جدا جدا إنه بلغت هذا العمر ولم أرى تشات، رغم ما أكن لها من محبة ورغم ما أكن لها من احترام. وأناشد من هذا المنبر حقيقة الإخوة الذين يغمون على أمر الإعلام في تشات أن يكون هناك توأمة، لا بد أن تكون هناك توأمة، ولا بد أن يكون هناك تشبيك بين الإعلام السوداني والإعلام التشادي، ولا بد أن تكون هناك تشاركية واضحة جدا جدا، لأنه نحن الشعبين شعب واحد وأمة واحدة وقبيلة واحدة وهم واحد ودين واحد وعرق واحد. لا يعني أنا ما أعرف أقول شنو، لكن معظم الناس اللي أنت يعني تبني معهم علاقات تلقى أصول تشادية. لذلك يعني أنا لا أرى أنا متحسس جدا من كلمة السودان وتشاد، لأنه حقيقة بحس إنه السودان وتشاد هم بلد واحد وهم هم واحد. وأتمنى من الأجهزة الإعلامية التشادية أن تنفتح أكثر، وبالذات في الثقافة. نحن ما ينقص المواطن السوداني هو ثقافة الشعب التشادي. لازم نحن حتى طلبة المدارس في الأساس لا بد أن يعلموا ما هي ثقافة، لأنه تبنى العلاقات على الثقافات ولا تبنى على السياسات. لذلك أنا ناشد الإعلام التشادي بالانفتاح أكثر على الإعلام السوداني. سعيد صراحة باستضافتك دكتور مالك الخليفة الخبير الإعلامي من وكالة السودان للأنباء عبر هذه الحلقة من منبر النصر. وإن شاء الله يعني نحن في إطار التوأمة المنعقدة بين قناة النصر ووكالة السودان للأنباء وعدد من المؤسسات الإعلامية السودانية، نأمل إنه إن شاء الله في أن تنفذ الخطوة القادمة بزيارتكم إلى يعني مكاتبنا الرئيسية من جنبين، وكذلك تطوافكم على المؤسسات الإعلامية لمزيد من تنفيذ هذه التي يعني قادها رئيس مجلس إدارة مؤسسة النصر معالي الأستاذ أبو بكر عبد الله برقو، واللي هو مهموم صراحة ومهموم جدا بتطوير الإعلام في دولة تشات والقائم على أمر هذه القناة بصورة أساسية. شكرا جزيلا. قبل الختام اسمح لي أن أشيد بالأستاذ أبو بكر، يعني أنا يعني فات علي أن أشيد بهذا الإعلام المتميز، وأنا سعدت جدا جدا بهذا اللقاء، متمنيا أن تدوم هذه اللقاءات وأن تمتد هذا اللقاء. أتمنى أن يتم في دولة تشاد المرحلة القادمة، وأنا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور مالك الخليفة. شكرا جزيلا للمشاهدين الأعزاء، كنتم معنا عبر حلقة اليوم، والأسبوع القادم لقاء جديد وحوار متجدد. حتى الملتقى، إلى اللقاء، والسلام عليكم.